البنوك بلبنان هي أهم قطاع اقتصادي، لأن أعمالها بتغطي الكل من الأفراد للمؤسسات وصولاً للدولة. يلي بده يشتري سيارة أو بيت بيقدر يتدين من المصارف، يلي بده يوسع شغله سواء كان كبير أو صغير أو يأسس مصلحة ممكن يلجأ للمصارف ويحصل على قرض والتسهيلات يلي بتناسبه، ويلي بده يصدر ويستورد المصارف بتساعده مثل ما بتساعد كمان أي شخص مهتم بالاستثمار بالأسواق المالية المحلية والعالمية. والدولة بدورة ممكن تتدين من المصارف لحتى تأمن حاجتها من المصاري لما بتكون بعجز. اليوم وصل مجموع مصريات اللبنانيين والأجانب بالبنوك اللبنانية لحوالي 150 مليار دولار بحسب أرقام جمعية المصارف اللبنانية، ووصل مجموع أصول البنوك أكثر من 175 مليار دولار. أما مجموع القروض والتسليفات المصرفية لمجمل القطاعات بلبنان يلي قدمتها المصارف فصار أكثر من 50 مليار دولار، أي ما يعادل 105% من الناتج المحلي. تصوروا الاقتصاد بلبنان بلا البنوك وإدارتها لكل هالأموال.